بمنقار بطة وذيل قندس وجلد قضاع وقوائم سامة، لا يمكن سوى أن يكون خلد الماء. يبدو هذا الذكر منشغلاً باستمرار. بين جرعات من الهواء يغوص لحوالي 10 دقائق، مغطياً عينيه وأذنيه بجلده وفتحتي خطمه ليأكل الروبيان ويرقات الحشرات. يصطاد مثل القرش مستخدماً مستقبلات كهربائية تعلو منقاره ليتجه نحو نبض الفريسة الحية الكهربائي الخافت. كيف يستطيع أن يتحرك حول الصخور وعيناه مغلقتان؟ هذا سؤال يطرحه الجميع. والأغرب من ذلك هو أن خلد الماء واحد من النوعين الوحيدين للثدييات التي تبيض أو الكظاميات. حين أحضرت أول عينة إلى أوروبا، ظن المشككون أنه حيوان ألصقت أعضاء حيوانات أخرى عليه. يمكن أن يسبح لعشر ساعات على الرغم من أنه يفضل الصيد ليلاً. يتساهل مع إناث يجدها في بقعته في النهر، لكنه سيدافع عن منطقته ضد ذكور أخرى حتى الموت. سيستخدم نتوءات سامة داخل قائمتيه الخلفيتين. السم قوي بما يكفي ليجعل إنساناً مريضاً لأسابيع. متى يتأكد من أن الدخيل لا يشكل تهديداً، يستريح. لا يمكنه أن يمدد مخالبه ليمسك بالضفة أو يحك، لكنه يستعين بقائمتين لهما وترات.